السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل أخ وأخت عندي في قناتي التحية والشكر والتقدير على كل شيء، وكل من يتابع صفحتي وقناتي أحبكم في الله. ولا تنسوني من صالح الدعاء، ولا تنسى الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. والله إني أحبكم في الله. بإذن الله اليوم بنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، اللي هو إيه؟ علاج التهاب اللوزتين، علاج التهاب اللوز. تمام، ده ركزوا في الموضوع. طبعا كثيرا ما نقع في مشكلة تهز أجسامنا وتسبب لنا مشاكل صحية متعددة، وهنا سنتعرف على أكثر جهاز قد يسبب لنا المتاعب عند إصابته بها. وسنتحدث هنا عن اللوز، وتعتبر اللوز فلتر حماية، فلتر حماية الفم والجسم من الأمراض. يا الله، نسأل الله أن يشفي كل مريض، اللهم أمين. وسنتحدث عن التشخيص والأسباب والوقاية والعلاج من خلال الأعشاب. أولا، التهاب اللوز هو مرض مؤلم ناتج عن إصابة إحدى اللوزتين أو كليهما بالبكتيريا أو الفيروسات، وهو مرض مؤلم جدا جدا، وأكثر الفئات العمرية إصابة بالتهاب ما بين 10 و40. واللوز هي تجمعات من أنسجة ليمفاوية في أماكن خاصة، معظمها في مدخل الجهازين الهضمي والتنفسي. وتقوم اللوز بمهمة الدفاع عن الجسم باصطياد الميكروبات وبإفراز الجسم المناعة. طيب ايه هي الأسباب يا ترى؟ الأسباب، اولا العدوى البكتيرية او العدوى الفيروسية، دي اول سبب اللي هو بالنسبة للوز. رقم 2، حيث ان اللوزتين هما بوابة الحماية للجسم من جهة الفم والأنف، من جهة الفم والأنف. رقم 3، وعادة مصاب باللوز نتيجة ضعف مناعة الجسم ضد الميكروبات، وخاصة في فجوات اللوز وضعف المناعة، وهذا ينتج عن التعرض لاختلاف شديد في درجة الحرارة، الإرهاق الذهني أو البدني أو التنفسي، فالميكروبات التي أصبحت متوحشة أو بدأت في مهاجمتها، ولعل أشهرها الميكروب السبحي. تمام؟ طبعا الأعراض الجانبية لالتهاب اللوزتين، إيه هي الأعراض الجانبية؟ وهي تبدأ من أولا الصداع، دايما يكون الإنسان صداع، اللي هي أعراض اللوز، أو التهابي القرنية. تمام، والعين، والتهابات الأذن، وألم الروماتيزم، ألم الروماتيزم، والتهاب الكليتين، والتهاب الأعصاب، وسقوط الشعر، دي أعراض. وكذلك حالات الإكزيما، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة الذي تؤدي إلى الحمى الروماتيزمية والإصابة بروماتيزم القلب. رقم 4، الأعراض والتشخيص. الأعراض والتشخيص هما أعراض الإصابة، هو ظهور انتفاخ أو ورم مصحوب بألم في الحلق. تمام، في الحلق كده من داخل في الحلق. وإيه تاني؟ أو ورم مصحوب في البلع، أحيانا برضو يبقى في مشاكل كده في الحلق وفي البلع، لما تيجي تبلع الريق كده في مشاكل، مش قادر تبلع الريق، ممكن أحيانا برضو يكون فيه صديد. تمام، طبعا وتشتري الحالات المزمنة منهم بالصداع والألم في الظهر والشعور بالغثيان وتشنج في الرقبة، كما يبرز في الحلق خراج تجمع صديدي بجانب إحدى اللوزتين. دايما كده لما يكون عيل طفل كده او كبير، ممكن احيانا لما يكون في التهاب في اللوز من الداخل كده، انت لما تشوف الطبيب بيكشف دايما بيبقى فيه من جوه كده علامات بيضة داخل الحلق، من جوه ده بيكون فيه تجمع صديدي، طبعا ده معروف بسبب اللوز.
تمام، وتشتهر ايضا كما يبرز في الحلق قلنا خراج خمسة. طيب عايزين نعرف طريقة العلاج، اما الالتهاب البكتيري فيعالج بالمضادات الحيوية، لو سببه التهاب بكتيري فلازم يعالج بالمضادات الحيوية وينصح فيه طبعا الاطباء بالغرغرة بالماء والملح لتخفيف حدة الالم. يعني اول علاج لو كان سببه التهاب بكتيري فدايما الاغلبية او الاطباء بينصحوا بايه، بنجيب كاسة مية وتكون مية فاترة ونحط فيها ملح ونعمل به نظامي ماء، وغرغرة نعمل به نظامي غرغرة بس مش بلع، لا غرغرة فقط وتدفل تبصق تمام. وايه تاني؟ وحيث ان العلاج بالمضادات الحيوية لا يجدي في حالات الاصابة الفيروسية. رقم ستة، وصفات علاج التهاب اللوزتين بالاعشاب. طبعا في وصفة برضو تانية برضو لو حبيت تجيب خل برضو ممكن واحد يعمل وصفة تجيب مثلا مغلي التوم وحاجة بسيطة من الخل برضو ده نظام غرغرة ممتازة جدا ايضا لالتهاب اللوزتين. طبعا في ايه تاني؟ في وصفة البصل والخل والعلاج اللوزتين. هنقوم بعمل خليط من مكون من 2 ملعقة من ماء البصل و2 ملعقة من الخل، ونحرك ماء البصل مع الخل الخليط ثم نستخدمه غرغرة 3 مرات في اليوم. ده وصفة برضو ممتازة جدا. الوصفة رقم 2، هنجيب بيكربونات الصوديوم، كله عارف البيكربونات لعلاج اللوز، واستخدام احدى الوصفتين. ورقم هنجيب نضع نصف ملعقة من صغيرة من البيكربونات. طبعا طريقة الوصفة نجيب نصف ملعقة من البيكربونات الصوديوم مع كوب ماء ساخن نستخدمه غرغرة، فإنها نافعة جدا في علاج اللوزتين، وهي عن تجربة مفيدة جدا وتخفف من صعوبة البلع اللي هي البيكربونات. يا سلام والله العظيم، إن الله أعطانا كل شيء، أعطانا كل شيء، بس الإنسان يفكر بعقل وبحكمة وبدراية، وعطانا كل شيء سبحان الله، بس الإنسان يفهم ويتعلم الصح. وإيه تاني؟ قلنا حبة البركة لعلاج أمراض وألم اللوز والحنجرة. قم بعمل غرغرة بمغلي الحبة السوداء، وهي مفيدة للغاية في كل أمراض الفم والحنجرة، مع ملعقة على الريق وبلعها بماء دافي، والدهن بزيتها للحنجرة من الخارج ومسح اللسة من الداخل، اللي هي الحبة السوداء، لأن الحبة السوداء برضو فيها أحاديث فيها شفاء من كل ده. في وصفة أخيرة ومهمة جدا أيضا اللي هو الليمون والشاي لعلاج وغسيل اللوزتين. لو جبنا هنجيب حبتين ليمون في نصف كوب ماء دافي، ونضع عليهم ملعقة شاي، ونحرك الليمون مع الشاي ونعمله غرغرة ومضمضة 3 مرات، مفيدة جدا لغسيل اللوز وإزالة الالتهابات، ويمكنك الاستخدام دي وقاية من التهاب اللوز. أتمنى من كل أحبابي إن هذه الوصفات تكون أفادت للجميع، بس قبل كل شيء لا ترحل دون أن تذكر الله، لا إله إلا الله، ولا ترحل قبل أن تصلي وتسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يشفي كل مريض وأن يعافينا ويعافي كل مبتلى. أحبكم في الله، كان معكم أخوكم ومحدثكم أبو يوسف للوصفات الطبية، وكان موضوع حلقتنا اليوم عن التهاب اللوز. تمام، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسى الابتسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله.